حرب الاستخبارات هي استخدام أجهزة الاستخبارات في التأسيس لأعمال شيطانية في أماكن بعينها على الخريطة الدولية للقيام بالتخريب وهرتلة الأنظمة ونشر نظام من الفوضى في مساحات معينة تؤدي إلى انهيار الدول فيما حول الحدود أو في داخلها حرب الاستخبارات مبنية على إيه؟ إننا دخلت تجربة أفغانستان ودخلت تجربة العراق خسرت أكثر من 8 تريليون دولار أجهضت الاقتصاد الأمريكي لمدة كبيرة جدا جدا